السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. معكم فريخ رياكشن في فيديو جديد ورياكشن جديده. غنديروا التراك ديال عبدو اف تي ا. يلا نشوفوا التراك هذا، ليتس جو. يلا نشوفوا تراك ديال عبدو اف تي ا، فيديو كليب. وتحيه الناس ديال قنيطرة، وكتب لي واحد اخ في التعليقات قال لي دير التراك ديال اف تي ا. يلا نزل التراك هذا تقريبا على شي 6 ايام باش نزل عبدو، يعني قبل من التراك اللي دار فيتشرينغ مع الديمو في الالبوم ديال جيتو ستار. ومليوحش في القناه ديالو، في واحد القناه اللي سميتها ميكس تيب مادنس. مهم، شكرا لكم على التعليقات، وكنتمنى انكم تفاعلوا معنا. تراك البارح ديال الديمو ما تفاعلتوش معنا، ولكن ماشي مشكل. شكرا لكم دائما على التفاعل وعلى الدعم اللي كتدعموا القناه، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ولكن قبل ما نضغطوا على بلاي، نزل الشارك عندنا في القناه الى اول مره تشوف فريخ رياكشن، ولايك وعطينا رايك في التعليقات. يلا نشوفوا التراك. تشيك ذا مايك، تشيك ذا ساوند، check it up check it up. You know how it is. عطينا بلاي أستاذ أرن. دوالو عنده فامي. فامي لتش الأباب، جس واحد تول الكباب، 90% مشتبه. يو يعني اد اف تي اي يا فامي لتش الأباب يد اف تي اي. سير عطينا اخويا الصوت. غنخرج ميكس تيب كندوي فيه لا الالبوم، ديسك ديال استراحة كاع ما بقاو كيديرو بوم، سطورة كنفيلميهم واي ديسك عندي مفهوم. كترت دخلة واعرة، دخلة واعرة. هادو هما الانتروات ديال التراكات كيكونوا فاير. بلاتي بلاتي بلاتي. بعدا تايب بيتس اما بيانو دريل، هادو من اللي تايب بيتس جداد اللي افرو تيتخدمو افرو بزاف، ولكن تخدموا على الدريل. يا سلام. غنخرج ميكس تيب كندوي فيه لا الالبوم، ديسك ديال استراحة كاع ما بقاو كيديروا بوم، سطورة كنفيلميهم واي ديسك. راك ديال استراحة كاع ما بقاو كيديروا بوم. كان دي مفهوم، كترت ما كنقول شنو كاين، وليت انا اليوم متهوم. شيك ذا روم، طياره ولا سلوم، كاع البيوت تسلول، بغاو يديروني في كرشهم سامات وجاهم تسموم. ورقه انت يا سنين، ورقه انت رولي اكمية، ورقه زرقاء في جيبي خشيها، اليد اللي زقلات كشتيها، ماشي ملاقي اللي بغي. طوب 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 عبدو طوب. قلت لكم البارح عبدو، وخا البارح ما جاني شويه ما نقص في ذاك الفيتشرينغ، ولكن دولي بران كلا لهم الجو في ذاك التراك ديال الديمو، ولكن في السولو ديما تيبدع. بغيتها كنشريها الفاميلي حتى الابد، قيس واحد تولي كباب، 90% مشابه، طاح الباش وليت شبح. مزيكا ديال الكبار الصغار الشراف والشباب، ما وصلوا من عندهم حتى ميساج، دموع دراما ديال مصر كنت ما براكي على درامو سميتو ديال شبه، طاح الباش وليت شبح. مزيكا ديال الكبار الصغار الشراف والشباب، ما وصل من عندهم حتى ميساج، دموع دراما ديال مصر كنت ما براكي على اللي صار. كما ما دودو نو مسطارة ديما دودو حتى المقبرة، كندور مكسيري بدبابة باقين كيزلقو بنيسان. اختصار يا اما كن معنا مقاد، يا اما عطينا تيقار، يا اما غنطوقو ليك دربكم ونديرو له الحصار. تاهويا عبدو عنده واحد ليريكس ديالو بوحدو، وابدع في الدريل خصوصا دابا مع هاد الاما بيانو هذا اللي قلت لكم، التايب بيتس هذا دابا اكثريه كيخدموا عليه دابا في الافرو، ولكن فاش كيخدم عليه في الدريل صعيب شويه انك تكون تحط عليه ليريكس، ولكن عبدو ابدع. شاروت ليه شاروت. استوديو عندنا ثيرابي، ولينا كندوبلو الحصار، ما تقولش عليا كرابي تنسوق شي 900 حصان. تليك فاميلي حتى الابد، قيس واحد تولي كباب، 90% مشتبه، طاح الباش وليت شبح. مزيكا ديال الكبار الصغار الشراف والشباب. كمن الكورس توب. نعاودوه. واحد تولي كباب، 90% مشتبه، طاح الباش وليت شبح. مزيكا ديال الكبار الصغار الشراف والشباب.
مازال غيشوفوا الادب زيد الخدمه وتا العدد بنادم كيمشي كيجي كاع ما كيزاز عليا الهدف قمنا موليت هداف باي باي الوداع عبدو رجع غادي تندم خليك جالس كتهدن باقي كنسويتش وكندوي بحال في حوايجي كنبدل هو تاني بدا يبسل كاينه 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 باقي كيسويتش وكيبدل هلا في حوايجي كنبدل يا يو نو هاو ات از باي باي الوداع عبدو رجع غادي تندم خليك جالس كتهدن باقي كنسويتش وكندوي بحال في حوايجي كنبدل هو تاني بدا يبسل هزيت غيدي وتفان ترى كنت باغي غنقسل يلا تفان تلبس كاين كاين واحد شويه الكوميك كوميك هزيت يدي هزيت غيدي وتفان ترى كنت باغي غنقسل يلا فانت البس شي تيشيرت وتستر عبدو تفضو شنو هادا مازال كنجوب العرادة لمشو وجبدو لي زاكسيسوار غادي تشم ريحة شلادة مازال في الباندو نوم مرسي مازال ما ياشيري وخ واللي عجبني عاوتاني فحال الدولي برا ولا تدربهم فهمتي عايشين مع الفايب عايشين مع داك الفيلينك ديالو بخير اللي كيبغي يصور دابا في قنيطرة عارفين عند منين يمشيو كيمشيو عند عبدو فحال الدولي برا اللي بغى يمشي للعنق صافي ولا سينياتور دولي برانس سير العنق بغيتي بحال مثلا الدايمو البارح سيدي معروف ولا سباتا في الزيرو كات عند اسميتو في كان مورو يعني عرف صافي ولا عارفينهم في الدرب هذه كل شيء هذا رابر ديالنا عبدو يلا نصور عندنا كليب غدا كيجمع المافيا ديالو كيخرجوا كليب وهذا راه مزيان هذا البلانات ماشي نفس جيرزي لاعبين ضد نفس الفرادة جيرزي مازال ما ياشيري وخا ماشي نفس جيرزي لاعبين ضد نفس الفرادة ماشي نفس جيرزي يس يس دير شي تنزل سير دير شي شهادة ما كرضاوش بالتعادل الرباح صرف السعادة اللي كيسبني عادي خاصو شي مساعدة ما كنتبعو التقاعدة ما كنخدعو التقانون عطيت الزبيت لها به ولات كتصنع منو ضانون لا إله هي الأولى من بعد الله أمي الحنون ما عندي حساب ما تا واحد حساب في البنكة وفي الحانوت ما عنديش مشكل لبغي في البنك ولات كتصنع منو ضانون لا اله هي الاولى من بعد الله امي الحنون ما عندي حساب ما تا واحد حساب في البنك وفي الحانوت ما عنديش مشكل لا بغيتي نشوفو دمك ينالون فميله الابد قيس واحد تولي كباب 90% مشتبه طاح البش ولي تشبه مزيكا ديال الكبار الصغار الشراف والشباب ما وصل من عندهم تا ميساج دموع دراما ديال مصر كنت مبركي على اللي صار كما مدو دونو مسطره ديما دودو تا المقبره كندور مكسيري بدبابه باقي كيزلقو بنيسان الفايب الفايب طالع وواحد الباور كاينه صاحبي غنرجعوا لهاد الرفره كباب 90% مشتبه طاح البش ولي تشبه مزيكا ديال الكبار الصغار الشراف والشباب ما وصل من عندهم تا ميساج دموع دراما ديال المسار كنت مبركي على اللي صار كما ما دودونو مسطره ديما دودو تا المقبره كندور مكسيري بدبابه باقي كيزلقو بنيسان اوه باقي كيزلقو بنيسان عبدو ان ذا هاوس يو نو هاو ات از جود جوب يا معلم يا سلام اف تي ار فاميله الابد يو يا نو ذيس از ام برو جود جوب يا نون نيتيف انجلش يا سلام يا سلام يا سلام دوما التراكات الخوت صراحه في السولو انا ما درتش عليه رياكسيون بزاف عبدو وتا دابا التراك هذا يقدر يتضرب كوبيرايت الله اعلم المهم اكثر هي داك الشيء ما كنزعمش حيت الصراحه دابا هذا كندير التراكات اللي ماشي مغربي يعني في الراب المغربي بنادم كيتفاعل معانا وهادي اللي ماشي ولد البلاد اش كندير تراك ديال ولد البلاد كتفاعلوش معانا اي دون نو ما عرفتش شنو البلان المهم ان شاء الله نتمنى انكم تفاعلوا معانا وتدعمونا وهذا مضمونا فيكم وديما مغرب المهم الخوت قولوا لي كي جاكم التراك في التعليقات عطينا لايك شاركوا في قناتي لاول مره تشوف فريخ رياكشن نشوفكم في فيديو اخر بيس اند لوف السلام عليكم.